بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد فقط التنويه إلى نقطة مهمة للأساتذة الجدد وهي سجل المنادات اليومي. نبدأ على بركة الله. الآن سجل المنادات اليومي كيفية ملئه، هنا أضع السنة الدراسية مثلا 2022-2023، ولاية مثلا قسنطينة، دائرة والبلدية قسنطينة، اسم المدرسة، البلدية التابعة لها تحت إدارة السيدة المديرة، والقسم المسند، والمعلم أو الأستاذ. هذه المعلومات تهمكم جدا. غياب الصباح يشار له بعلامة ناقص، غياب المساء يشار له بخط عمودي، اليوم الكامل يشار له بعلامة زائد. يعني التلميذ عندما يغيب الصباح أضع خط أفقي، عندما يغيب المساء خط عمودي تصبح زائد. ح كاف معناتها الحضور الكلي، وغين معناتها عدد الغيابات، حافة يعني الحضور الفعلي. نتابع جيدا. الصفحة الأولى هي عبارة عن البطاقة السرية للتلاميذ، يعني أسماء التلاميذ، رقم التسجيل، الدخول، تاريخ الدخول، تاريخ ومتى الازدياد، اسم الأب، اسم الأم، مهنة الأم، وكذلك القسم السابق وعدد الأولاد وعنوان السكن. هذه معلومات شخصية. الآن نذهب مثلا إلى شهر سبتمبر. دوما نهاية الأسبوع والأيام التي لا نعمل فيها أولى أعياد نقوم بتلوينها بلون مغاير، مفهوم؟ في سبتمبر، الآن أكتوبر، مثلا نوفمبر، مثلا ديسمبر، مفهوم؟ نأتي إلى هذا الشهر، هذه إضراب الكرامة والصمود، 3 أيام إضراب، هنا الجمعة والسبت، هنا لاحظوا جيدا، ح معناتها أحد، إي اثنين، ث ثلاثاء، أربعاء، خميس، جمعة. دوما نكتب هذه الحروف كي نعرف اليوم الذي نتعامل معه. قلنا الحضور الكلي ما معناه هو عدد أنصاف العمل التي أديتها خلال هذا الشهر. مثلا أنا كنت هنا في السنة الخامسة، عندي الثلاثاء، عندي الاثنين والأربعاء مثلا لا أعمل، يعني أعمل فقط نصف نهار. الأحد عمل صباح ومساء، يعني هنا عندي اثنان، الخميس عندي اثنين، أصبحت أربعة، الأحد اثنين، ستة، اثنين نصف يوم، سبعة، ثلاثاء يوم، ثمانية، تسعة، وهكذا أحسب عدد أنصاف الأيام التي قمت بالعمل فيها فأجده هنا 18 نصف يوم. الآن كيف تحصلت على هذه النتيجة 432؟ عدد أنصاف الأيام أضربها في عدد التلاميذ، عندي 24 تلميذ أضربها في 18 نصف يوم قمت بالعمل فيه أجد 432. غياب ها مثلا نروحوا الخانة الرابعة، عندي غياب واحد، أكتب واحد، وهكذا لأن عندي غياب ها وحطيت غياب، لأن عندي اثنين نجمع الغيابات ها اثنين ها أضع عدد الغيابات، المجموعة عام كامل هذول هنا 5 غيابات. الحضور الفعلي هو الحضور الكلي ناقص الغيابات، 432 ناقص 5 نلقاو 427. فهم دوما هنا ملاحظة مهمة، أضع أسباب الغياب والمبرر، هنا حضور الأم، اتصال الأم، حضور الأم، حضور الأم، فهم. نأتي إلى هذه الخانة، الحضور الكلي 432، من أين أتيت بها؟ هاي من هنا. الحضور عدد الغيابات هاي إسقاط فقط. الحضور الفعلي هاي 427. الآن نسبة الحضور فنحسبها، هي الحضور الفعلي في 100 على الحضور الكلي، عندي كل الأرقام. الحضور الفعلي هو 427 ضربها في 100 نقسمها على 432 نلقى 98.84%. هذه هي نسبة الحضور التلاميذ عندي في القسم في هذا الشهر. الغياب هي نحبو نديرو 100% ناقص نسبة الحضور نلقاو نسبة الغياب، مفهوم؟ في الأخير آخر الصفحة أيضا، هذه الصفحة مهمة جدا، نكتبو المعلومات تاعنا، مفهوم؟ ونقوم بإسقاط المعلومات فقط. نهاية ديسمبر،
عدد أنصاف الأيام 18، مجموع التلاميذ عندي 424، الحضور الممكن هو 432، غيابات الجنان 5، الحضور الفعلي نقصنا 432 ناقص 5 هي 427، عدد التلاميذ الذين لم يتغيبوا أكثر من 3 دروس 24، لأن التلاميذ كامل كاين اللي غاب درس وكاين اللي غاب 2 دروس 2 مرات يعني. عدد التلاميذ الذين تغيبوا أكثر من 3 دروس لا يوجد. مجموع الغيابات الممكن نسبها إلى أطفال الخانة 8، الخانة هذه 0، حطنا هي 0، منجيبش حاجة من راسي، 0 0، ونحط نسبة الغياب هي 1.16%. وهكذا أكون قد قمت بملء دفتر المنادات، وهو وثيقة مهمة من وثائق الأستاذ. أتمنى أنني أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.